هو صحيح كان فندي أخذنا بالفنجة، لكن آخر شيء تمام وصلنا أعتقد. هنا أخذناها أتصور، وصلنا للديفرنشال دايجنوسيس لو توهماني. تمام اوكي، فاحنا طبعا عندنا هنا الفينجر انفكشن مثل ما اخذنا، وعندنا تينيا كوربوريس، اكو عندنا تينيا كروريس، تينيا فيشاي، تينيا كابيتس، تينيا بيدس، هذه الكيمون فورمز اللي موجوده. وهنا على اساسها راح نسوي الديفرنشال دايجنوسيس. طبعا اكو بعد اذر فورم، مثلا عندنا يعني هنا بصراحه يعني ما ذاكريها بالديفرنشال دايجنوسيس بهاي الليست، اللي هي بعد شنو؟ قلنا تينيا كوربورس، تينيا كروروس، تينيا فيشاي، تينيا كابيتس، تينيا بيدس. شنو اذر فورمز اللي ايضا ممكن نخليها؟ شنو اللي هنا ما مذكوره؟ هذه السامي تقولين يا هديل؟ آية تمام. دكتور، ممكن تينيا اوف ذا نيل، عندنا تينيا باربي بعد من ليش تنيا اوف ذا نيل؟ اوكي التنيا باربي. اوكي احنا طبعا هالتنيا باربي لما تكون يعني على البيرد المستيك يعني نقول عليها التنيا باربي. بعد بعد شغلة أخرى مهمة، أحمد عبد الواحد نعم دكتور. دكتور تيني أمانة، عافية عليك، عافية عليك، جيد. فإذا إحنا لكن هاي الكمن اللي كما فونز أوف تينيا. فإذا تينيا كوربوريس احنا راح نذكر بدرجه اساس ان النيمير اكزيما والاتوبيك ديرماتايتس والستيسيس اكزيما والكونتاكت والسيبوريك. طبعا بصراحه هي عاده تكون يعني واضحه، تختلف عن التينيا كوربوريس. وقلنا احنا عاده التينيا كوربوريس اهم مساله بيها هي تجي تباع عليها اتجاهها رينج شيب او انيولار شيب. هذا فد شيء مهم عندك النيمير اكزيما. راح تكون ديسكويد، هي حتى من اسمها نوميلر او ديسكويد اكزيما. راح تكون يوني كولر، يعني يوني كلر، كلها ماخذه كلر واحد، شيب واحد، كوين ان شيب. بالاتوبيك ديرماتايتس احنا طبعا ما اخذنا بعد الاكزيما، مو صحيح؟ عندي تمام. اوكي اذا ما راح يعني ان شاء الله من خلال المحاضره الجايه ان شاء الله راح نميز يعني شلون بيناتهم. عندنا كونتاكت، عندنا سيبوريك، عندنا ديرماتايتس هذا راح ناخذها ان شاء الله مستقبلا. بتريازيس فيرسيكولر راح ناخذها اليوم ان شاء الله. بتريازيس روزيه ايضا راح ناخذها. على العموم احنا هذه يعني الحقيقه هي مو كلها مطلوبه من عندكم، احنا الاشياء الرئيسيه اللي عادة واحد يميزها. طبعا مثلا الديسكويد اكزيما او نمبر اكزيما مهمة، يعني هاي شلون نميز هذه عن هذه، يعني هو اثنيناتهم كومن. الاتوبك مو كلش، انه تجي تقريبا بصور مختلفة يعني بعيدة نوعا ما. الكونتاكت مهمة، السيبوريك الديستريبيوشن مالتها راح يقول لنا شلون نميزها عن الفنجاي، ما عدا مهمة جدا انه بالسكالب شلون نميز السيبوريك من الفنجر انفكشن. هنا طبعا ايضا راح اثنيناتهم يكون سكيلي. بالسيبوريك راح يكون اجريزي سكيل يلوش ان كلر،
واللي هي احنا قلنا بالفينجر انفكشن ايزلي بولد، بسهوله راح تسحب الشعره و without pain او tenderness، بينما هنا لا، اذا تيجي تسحب الشعره بالسيبوريك لا، راح تكون ممكن تكون painful ومو ببساطه تنسحب، بينما بالفينجر انفكشن ببساطه تجي بايدك بدون اي اتصال ما يحس المريض. هذه نقطه كلش مهمه طبعا، اضافه الى distribution of the lesions. عندك التينيا كروريس، عندنا الكوتينس كاندياسيس مهمه، وحكينا شلون نميز بيناتهم، والانتر ترايجو اللي هو عاده يصير especially in under the breast in female and closed other closed areas. ايضا السيبوليك ديرماتيتس ممكن تجينا، سورايسيس، الاثرازما. طبعا هنا الاثرازما وودز لايتس راح يكون يميزنا عن عن الفينجر انفكشن، من خلال قلنا يشوف كورال ريد كلر اندر وودز لايتس. الانكل سمبلكس كرونيكس هذا راح ناخذه بال محاضرة الاكزيما. على العموم ما راح، هذا ربما احتمال هسه تلقون بها صعوبة، ولكن بعد ما ناخذ محاضرة الاكزيما ترجعون تقرون هذا الجدول راح تفهمون ليش مخلين مثلا هذه هنا، ليش مخليها هنا. فاذا هذه differential diagnosis of fungal infection. عندنا مثلا بالتينيا كابيتس، التينيا في شاي عندنا سيبوريك، والبير اورال ديرماتايتس، والكونتاكت ديرماتايتس، الروزيشيا كلش مهمة راح نميزها، اللي بس الاثنتوسس الاكنيفول جارس. تينيا كابيتس راح لازم نخلي بالنا شلون نميزها من السيبوريك ديرماتايتس، مثل ما ذكرنا قبل شوية الالوبيشيا ارياتا، لانه هو احيانا فنجل انفكشن يجي وياها اصلا الهيرلوس، ولكن ليس بالضرورة، احيانا فقط تجي على شكل سكيل، او مثل ما ذكرنا بالتينيا كابيتس اللي هي الكريون شلون نشوفها، تراكوتينيمينيا، هذه السايكولوجيكال بروبلم اللي هو من المريض هو يعني يسحب الشعر مالته، وهنا راح نشوف اكو الشعر راح يكون مكسر بالمناطق اللي عادة تكون ممكن منها الحاجب، منها السكالب هير، واحيانا بالرجال حتى منطقه حتى الشارب، يعني خلينا نقول سورايسز. هذه طبعا راح يكون السيلفري سكيل اللي هي اهم مساله بيها. وطبعا ايضا الشعر هنا ما راح يكون ايزلي بيلد. عندك بالتينيا بيدس ميزة لازم من الكونتاكت ديرماتايتس والديسهيدروتيك اكزيما، سورايسز سواء كان فولجاريس او بستولار اند سو اون، عندنا سكندري سيفس طبعا ايضا. فعلى العموم هذه يعني جزء جدول شويه نوعا ما يعني مزعج، لانه بي هواي ديفرنشال دايجنوسز، بس فيما بعد لما تاخذون بقيه المحاضرات ان شاء الله راح يكون اسهل بالنسبه لكم. كومبليكيشنز اوف فنجل انفكشنز، personal ringworm of the scalp can lead to permanent scarring alopecia، ما قلنا الكريون. A florid fungal infection anywhere can induce vesication on the sides of the fingers and palms, trichophid or نسميه id reaction, causing what is known as pomphalix أو dyshidrotic eczema. هذه يمكن أعتقد بليكوز يمكن جبت لكم إياها. المرضى اللي عندهم عادة تينيا بيدس راح يكون عندنا ما يسمى بالإد رياكشن أو يسموه ترايكو فيد، راح يكون very itchy small tiny vesicles on the sides of the fingers. وقلنا لما نشوف هيجي بيكتشر فنبحث عن التينيا بيدس، نقول له شوفنا رجلك، وخاصة المنطقة ما بين الأصابع نلقى عادة فنجل انفكشن انتر ديجيتال تايب. يمكن واحد من جماعتكم ده يدخل. اوكي نرجع. Epidemics of ringworm occur in schools، هذا طبعا احنا هسه
سبب كورونا تقريبا هاي الناحية مطمئنين عندها، يعني أصلا مدارس ماكو. The usual appearance of fungal infection can be masked by mistreatment with topical steroids. أحيانا المستريتمنت والتوبيكال ستيرويدز، هي مريض عنده فنجر انفكشن، وطبعا هاي شايفيها هواية، هو فنجر انفكشن ويبدي يستخدم ديرمودين او اليكا او ما شابه توبيكالي فور لونج بيريد، خلالها مثلا في 4 5 ايام صارت زينة، يعني نوعا ما خلينا نقول الحكة راحت، المريض راح يعوفها 3 4 ايام اسبوع، رجع مره اخرى استخدمها وهكذا. فاون اوف اون اوف، فهذا اللونج تيرم يوز اوف توبيكال ستيرويدز ممكن يسوي لنا كومبليكيشن على السكن نفسه بالسايت اوف ذا ابلكيشن، من ضمنها ممكن يسوي لنا اتروفي اوف ذا سكن، وطبعا اذا كان على الفيس ممكن يسوي لنا حتى الروزيشيا، او احنا نسميها ستيرويد روزيشيا، سواء كان على الفيس احيانا حتى خاصه على بالجروين ايضا نشوفها هوايه، فاكثر ما نشوفها بالمنطقه الجروين اللي هو فينجر انفكشن، ويبدون يستخدمون لانه خاصه اتشي اكثر من غيرها، فيستخدم توبيكال ستيرويد فور ريليف اوف اتشينج، وبالتالي this long term use of these steroids will lead to steroid rosacea. Investigations for dermatophytes infection. Microscopic examination. The microscopic examination of skin scraping, nail clipping, or plucked hair is a simple procedure. The scraping should be taken from the scaly margin of the lesion with a small curette or a scalpel blade, and the clipping or scraping from the most crumbly parts of the nail. The broken hairs should be plucked with tweezers. طبعا ناخذ من الايدج اوف ذا او يعني المارجن اوف ذا ليجن، على اعتبار احنا قلنا الفنجاي عاده تكون اون ذا مارجن، فنسوي هاي سكرايبنج من الليجن، او اذا كان عندنا نيل ايضا ناخذ من عنده، او حتى بالنسبه اذا كانت هير. Specimens are cleared in potassium hydroxide. خليها بالبوتاسيوم هيدروكسيد طبعا بالنسبة للسكن لمدة 10 دقائق، وإذا كان بالنيل لا، يعني نحتاج نخليه فترة أطول إلى مدة 24 ساعة هو الأفضل. لما تفحصه تحت الميكروسكوب، طبعا بعد ما خلينا هاخذها العينة نخليها على السلايد، طبعا لما نشوفها تحت الميكروسكوب راح نشوف برانشينج هايفي كان بي ايزلي سين يوزنج سكانينج باي 10 او لو باور باي 25 اوبجكتيف لينز وذ ايز دايفرام ان موست كلوزد اند كوندنسر باك داون. هايفي may also be seen within a cleared hair shaft or spores may be noted around its. هذا هنا من الاستخدام ممكن البليد تلاحظ على المارجن اوف ذا ليجن هاي، في شوفها بهالصورة هذه اندر ذا مايكروسكوب تلاحظ البرانشنج فنجاي. كلتشرز should be carried out in mycology or bacteriology laboratory. A transport medium is not necessary and specimen can be sent in folded black paper or dry petri dish. The report may take as long as 1 month. لذلك الميكروسكوبي is much quicker. احنا المشكله مالت الكلتشر هي هنا انه ياخذ تقريبا شهر حتى تاخذ النتيجه، وهذا حقيقه يعني مشكله، لذلك احنا ما يبقى ينتظر لمده شهر حتى ياخذ يعني علاج او حتى نتاكد من الدايجنوسيس، فاحنا عاده لذلك الميكروسكوب هو بصراحه كويكر اند مور كويكلي ابليكابل. الودز لايت هنا examination of the scalp usually reveals green
Efflorescence of the hairs in Microsporum odonei and Microsporum canis infection. A technique is useful for screening children in institutions where outbreaks of tinea cavities still sometimes occur. Most common fungi causing tinea cavities, اللي احنا قلنا الترايكو فايتون تونسرانس does not efflorescence. هاي هنا طبعا ال بولونيشن نشوفها المايكروسبورم كانس يسوي لنا التينيا كابيتس تريتمنت. وقعدنا اللوكال ثيرابي، this is all that is needed for minor skin infections. Imidazole preparations، مثل عندنا الميكونازول and كلوترايمازول are applied twice daily. Magenta paints, castanese paints, although highly colored, is helpful for exudative or macerated areas on body folds or two webs. Occasional dusting with an antifungal powder is useful to prevent relapses. Topical nail preparations such as nail lacquer containing amorolfine, cyclopirox can be used as adjuncts to systemic therapy. ولكن حقا هذا للأسف يعني ما موجود وإن كان هو effective. طبعا هنا الاكثر استخداما يعني في الوقت الحاضر هو هنا عندنا الكلوترايمازول، وحقيقه يعني ممكن يكون effective وان كان تعتمد على other factors. systemic therapy، امتى نستخدم systemic therapy بالفنجل infection؟ نستخدمها اذا كان عندنا scalp infection، scalp fungal infection، إذا كان عندنا infections of the nails، إذا كانت widespread، إذا كانت chronic infections of the skin that have not responded to local measures، وفي حالة التينيا incognito. التينيا incognito شنو نعني بها؟ يا أسماء قاسم، أسماء قاسم. نعم دكتور. دكتور بس عندي تينيا سؤال. انكوغنيتو، تينيا انكوغنيتو شنو نعني بها؟ يا ما اسراء جاسم. تقربت. نعم دكتور. شنو نعني بها تينيا انكوغنيتو؟ دكتور هي يمكن متشبه تينيا كوربوريس، هم تكون رينج رينج اي ويعني هي تايب اوف فانجاز ورينج، ما اعرف بعد عنها شيء. زين فندي، شنو نعني بالتينيا انكوميتو؟ عافية عليك. Modified by يعني fungal infection modified by topical corticosteroids نسميها tinea incognito. اوكي، فهذه اللي قلنا احيانا المريض ممكن يستخدم topical عليها topical steroid، وممكن خاصة قلنا بالجراين لأنه itchy أكثر من غيرها، فهو ده يحاول أهم شيء يسوي relief لل itching. فإذا هذه الفورمز اوف تينيا نحتاج نستخدم بها سيستميك ثيرابي، اذا كانت سكالب بالسكالب، اذا كانت بالنيلز، اذا كانت وايد سبريد، اذا كانت كرونيك انفكشنز اوف ذا سكين ذات هاف نوت ريسبوندد تو لوكال ميجرز والتينيا انكوجنيتو. اول نجي على الاجريسيو فولفين largely reserved for the treatment of tinea cavities. حتى الاجريسيو فولفين اكثر ما استخدمه هو بالتينيا كابيتس. It has proved to be safe drug. Treatment may have to be stopped because of persistent headache, nausea, vomiting and skin eruptions. طبعا اهم نقطة به هنا هو موضوع الهيدك. الهيدك لذلك شو نسوي؟ إذا جانا مريض عنده تينيا كابيتس adult ونحتاج نعطيه جلوسيوفولفين، حقيقة نعطيه
الدوز حتى اقل من الدوز المعتاد، وهي حتى افكتيف، بس قصدي يعني ذا لور افكتيف دوز. فعاده نعطيه 500 ملي جرام صباحا و250 ملي جرام مساء، يعني ما نعطي حبه كامله مثلا 500 ب 500، لا، عاده اقصى شيء نوصله هو 750 ملي جرام بير داي. اذا ليش؟ السبب الرئيسي به لانه هو عاده اللي يسوي لنا هدف، والهدف مزعج. should not be given in a pregnancy or to patients with liver failure or porphyria. تربنافين كلش دراج مهم. It is a fungicidal. Cures chronic dermatophyte infections more quickly and more reliably than aggressivolvin. For tinea cavities in children, a 4-week course of terbinafine is as effective as 8-week course of aggressivolvin. والحقيقة هو حتى عادة بالتينيا كابيتس بالنسبة للأجريسيفولفين نعطي أقل شيء هو 6 أسابيع. Cure rates of 70 to 90% can be expected for infected fingernails after 6-week course of terbinafine and for infected toenails after 3-month course. فإذا إذا كان عندنا الأونيكومايكوسيس بهالحالة هذه نعطي، إذا كان عندنا الفينجرز نيل اوف ذا فينجرز نعطيه 6 أسابيع، بينما إذا كان بالتو فينجرز عفوا تو نيلز نعطيه لمدة 12 أسبوع أو يعني ما يعادل 3 أشهر. ملاحظة بالنسبة ما يخص الجلوسيوفولفين، حتى بعدنا ما كلش بعيدين عليه، الجلوسيوفولفين من نعطيه نوصي دائما المريض انه نقول له اشرب معه حليب، اشرب معه حليب. ليش نوصي هالوصية هذه؟ تبارك تقولين تبارك تبارك صفاء. نعم دكتور. الجلوسيفولفين من نعطيه عادة للمريض نقول له اشرب ويا حليب. دكتور ما أعرف. زين، احد يعرف شنو السبب؟ دكتور ممكن على مود الفوميتينج والنوزيا؟ لا بعد، فالشيء يعني ربما نقدر نقول كومن سنس، يعني من يجي بباله فد شيء معين، احكي حتى لو خطأ تخطأ بعدين تتذكرها من المعلومة. والغاية من السؤال هو هذه، انه انت حتى لا تخطأ راح تتذكرها من المعلومة فيما بعد. على العموم هو حقيقة احنا نقول له اشرب حليب مع الجلوسيفولفين to increase the absorption of the drug. To increase the absorption of the drug. فإذا بنرجع للتربنافين. It is not effective in pityriasis versicolor or candidal infections. إتراكانازول هو هنا الحقيقة النقطة المهمة نذكرها، ليش؟ حتى أيضا نجي بالنسبة للإتراكانازول لأنه راح يكون effective in pityriasis versicolor and candidiasis. It is إتراكانازول طبعا drug كلش مهم وكلش effective. It is now preferred to ketoconazole which occasionally damage the liver and reasonable alternative to terbinafine if this is contraindicated. إذا كان terbinafine عادة contraindicated نعطي الإتراكانازول. Interferes with the cytochrome P450 system. Interferes with the metabolism of other drugs. لما عنده هنا يتداخل مع سيتوكروم بي 450 معناه شنو؟ ممكن يزيد لنا الهالف لايف اوف دراجز او ممكن يقلله، فلذلك احنا حقيقة هنا عفوا خلينا نقول يعني اكسكريشن اوف ذا دراجز يكون بتعبير اصح.
فلذلك عادة نكون حذرين في هذا الموضوع. إذا كان المريض يأخذ other drugs معه. It is effective in tinea corporis, cruris and pedis and also in nail infections. على عكس التربنافين اللي كان فنجس سايدر، هنا راح يكون فنجس ستاتيك. ومثل ما ذكرنا هو يوسفول بالبتلياسيس فيرسيكولار اند كانديدياسيس. لذلك هنا حقا احنا بالنيل ايضا فينا انه عاده مرات الكانديدا اضافه الى مساله الدرماتوفايت ممكن تكون same patients، ممكن يكون عنده كانديدا او ممكن يكون عنده ديرماتوفايت. فالإتراكنزول ربما يعني راح يشتغل على الاثنين في نفس الوقت، فبالتالي النتيجه ربما تكون احسن. طبعا مشكلتهم عفوا ضمن التربنافين الإتراكنزول او الاسم التجاري مالته السبورونكس، انا اسعارها شويه غاليه على عكس الجراسيوفالفين. هنا الجدول عندنا طبعا هذا يعني انا بصراحه مخليه يعني ما رايد اعمل عندكم بقدر ما هو يعني للاطلاع يعني عليه. هنا عندنا الفورم اوف انفكشن اوف فنجر انفكشن، وعندنا هنا التريتمنتس او الدراجز اللي نستخدمها. هنا عندنا الفلوكانازول، هنا اغلوسيوفالفين، اتراكانازول، تربنافين، والدوز بكل فورم اوف انفكشن. كانديدياسيس كانديدا البيكانز is the classic opportunistic pathogen even in transient and severe local infections in the apparently fit one or more predisposing factors will often be found to be playing some part in the infection. مثلا ال predisposing factors عندنا المويستشر اند ماسيريشن، عندنا الاموبيلتي، الدايابيتس، بريجنانسي، ذا يوز اوف برود سبيكترم انتيبايوتكس، اند ذا يوز اوف ذا كونتراسبتيف بيلز. كل هذه تعتبر بريديسبوزنج فاكتورز للكانديدياسيس. هنا ايضا فيجر يمثل لنا البريديسبوزنج فاكتورز two different types of candidiasis. عندنا هنا إذا كان عندنا بالسيستميك candidiasis عندنا الإميون سبريشن والليكوبينيا، اثنين ممكن يسمونها سيستميك. عندنا إذا الكرونيك ميوكوكتينيوس candidiasis عندنا الثامك تيومرز، عندنا اللو سيروم ايرون، اندوكرينوباثي، انهيرتد ديفرنت ديفكتس اوف اميونيتي. والحقيقة هنا ذن الاثنين احنا مو يعني المهم بالنسبة لكم بقدر مو اللي هو localized transient cutaneous candidiasis اللي هو هذه الأشياء الرئيسية اللي تم طبعاتكم كصف خامس. اللي عندنا تشمل antibiotics، obesity، poor hygiene، high humidity، conjugal spreads، oral contraceptive pills، immersion in water، cold hands، pregnancy and diabetes. Presentation عندنا الأورال كانديدياسيس. طبعا احنا نقول أورال كانديدياسيس إذا تسمى بين قوسين نسميه الثرش، فمن نقول ثرش يعني معناها أورال كانديدياسيس. One or more whitish adherent plugs appear on the mucous membranes. If whipped off they leave an erythematous space. هذا الغشاء الأبيض اللي نشوفه إذا نحاول نشيله راح تحته راح نلقى الريزميتا سبيس. انجولار ستوماتيتس يوجوالي ان دينشر ويررز مي بي كانديديال كوز. كانديدا انتر ترايجو ا مويست جليزد اريا اوف اريثيما اند ماسريشن ابيرز ان بودي فولد، ذا ايدج شوز سوج سكيلينج اند اوتلاينج ساتلايت بابيلو باستولز. These changes are most common under the breasts and in armpits and the groin, but can also occur between the fingers of those whose hands are often in water. طبعا يبقى هو المويستشر كلش كلش مهم، لذلك دائما احنا حتى بال
هاوس وايف ديرماتايتس اللي هي عاده نلقى وياها فنجر انفكشن، وخاصه بالنسبه للكاندياسيس دائما نوصيهم انه شنو انهم ابتعدوا عن الماء، يحاولوا يجفون ايديكم باسرع ما يمكن، لانه راح يكون برون فور كاندياسيس اللي هي واحده من ضمن الاضافه الى الاذر ديرماتوفايت انفكشن يعني ممكن يصير. ايضا عندنا الاورال كاندياسيس منها تراش، وعندنا الانجولار استوماتايتس، وعندنا الكانديدال او كانديدا انتريترايجو. هذه تراش، هنا انتريترايجو عندنا ذا بريست كلش كمان، وخاصة في فصل الصيف طبعا. وهنا عندنا الانجولار استوماتايتس نسميها. الجينيتال كانديدياسيس most commonly present as a sore itchy vulvovaginitis، نخلي خط تحت itchy with white birdie plugs adherent to the inflamed mucous membranes and a whitish discharge. كلش مهم راح نشوف ال white discharge إضافة إلى ال itching اللي موجود وال plugs اللي adherent to the inflamed mucous membranes مثل ما ذكرنا بال oral thrush. إذا تشيله راح تلقى under it an erythematous base. The eruption may extend to the groin folds. Diabetes, pregnancy and antibiotic therapy are common predisposing factors. هذه يمكن حكينا سابقا عليها بالنسبة للجروين فولز، كنا شلون نميز بالنسبة بال fungal infection. قلنا نشوف الفولز will be involved، بينما إذا كان عندنا contact it is not involved. إضافة إلى أنه حقيقة سأشوف هاي الصورة القادمة، تشوف هذه الساتلايت ليجنز اللي موجودة حول المنطقة المصابة بالدرجة الأساس. تشوف أنت هنا الفولد involved، تشوف هاي النقط اللي موجودة المتوزعة خارج المنطقة الرئيسية، هذه تدلل لك على الفنجر انفكشن. هذه تشوف هنا كذلك هاي الدوتس اللي موجودة. هاي هنا طبعا صورة لل كانديدا البيكنز اون ذا فاجينال وولز، هذه اذا تشيل الممبرين راح تلقى الريزميتاس بيس. البارونيكيا acute paronychia is usually bacterial but in a chronic paronychia candida may be the sole pathogen or be found with other opportunists such as proteus or pseudomonas. Presupposing factors include weight work, poor peripheral circulation and vulval candidiasis. هذه يعني واحدة من ضمن الأمور المهمة اللي احنا امتى نتوقع انه ممكن نشوف بارونيكيا، اذا اكو ويت وورك، اذا كان نابور بريفيرال سيركوليشن وفلفل كانديدياسيس. صورة هنا للكانديدا بارونيكيا، لاحظ هنا قلنا الكريتيكال اذا كان عندنا دمج راح يدخل لنا الباثوجينز وتجينا بهالصورة هاي. شوف حتى النيل لوس اتس ترانسلوسنسي للكلر التكستشر، وإضافة إلى أنه النيل فولد اللي موجودة تلاحظها الكلر مالتها، السكيلز اللي موجودة شوي عليها، إضافة إلى أنه absence of cuticle. Treatment of candidiasis. Predisposing factors should be sought and eliminated. Infected skin folds should be separated and kept dry. Those with chronic paronychia should keep their hands warm and dry. Amphotericin, nystatin, and imidazole group of compounds are all effective topically. فإذا أهم شيء إحنا عندنا قبل كل شيء ال predisposing factors should be sought and eliminated.
For the mouth, these are available are as oral suspensions, lozenges, and oral gels. In chronic paronychia, the nail folds can be packed with an imidazole cream or drenched in imidazole solution several times a day. Genital candidiasis responds well to a single day treatment with either itraconazole or and fluconazole. هنا طبعا ايضا تريتمنت للميوكوكتينيوس كاندياسيس او كاندا انفكشنز عندنا بالاوروفارنجيال كاندياسيس نستخدم النستاتين كلوتريمازول او فلوكانازول عندنا بالكانديدا فولفوجينيتيس ممكن نستخدم فلوكانازول كلوتريمازول مايكونازول نستاتين فلوكانازول او كلوتريمازول فاجينال سبوستري بالميكوكتينيوس كرونيك ميكوكتينيوس كاندياسيس ايضا نستخدم الفلوكانازول بالكانديدا انتر ترايجو اور بالانايتس نستخدم التوبيكال ايميدازول او سايكلوبروكس او فلوكانازول والاتراكنازول also may be used in 200 milligram per orally طبعا twice daily for 14 days. Pityriasis versicolor, very common. The etiology, it is caused by commensal yeast, Pterosporum orbiculari, أو Pityriosporum ovale, أيضاً تسبب لنا. Carboxylic acid released by the organisms mentioned above inhibits the increase in pigment production by melanocytes that occurs normally after exposure to sunlight. Normally طبعا لما اكو exposure to sunlight there will be increase بال secretion of melanin. هاي طبعا هنا المايكرو اورجانيزم راح يسوي لنا inhibit this increase بالميلانين secretion وبالتالي راح يظهر لنا ال abnormal color اللي راح نشوفها مثل ربما بالصورة القادمة. طبعا بالمناسبة the condition should be regarded as non-infectious. ربما يعني سؤال يعني يطرح نفسه the condition should be regarded as non-infectious وهذا يدعونا إلى سؤال طبعا هذا ال epithelialis versicolor السؤال هنا ليش هي اعتبرناها non-infectious لأن هي فنجاي من يجاوبني؟ أحمد علي ورور اعتبر جيت متأخر أحمد علي أحمد نعم دكتور شنو جوابك على السؤال؟ دكتور بلا زحمة عندي سؤال ما مركز ويانا لا لا دكتور مركز بس ما سمعت السؤال زين البتلياس is very secular infectious or not شو تتوقع دكتور انفكشيوس infectious انت اصلا مو ويانا آية زهير آية دكتور البتغياس الفيرسيكلر انفكشيوس or not أنا انفكشيوس من انفكشيوس ليش تتوقع شنو السبب سليمان عمر نعم دكتور infectious or not وليش؟ دكتور وانت قلت نون انفكشيوس دكتور لان هي موجوده يعني شو مثل ما نقول دكتور يعني 90% من السكن مغطيه اي سكن قصدك؟ يعني من السكن دكتور يعني
قصدك يعني مات البيشنت؟ أكيد دكتور. يعني وإذا كان 90% أو 70%، شنو يعني شنو الفرق؟ خليكم جوابك شوي بعدين أكثر ربما يعني واضح. يعني دكتور شو مثل ما نقول، يعني يعني إذا كان كان عن هرمون الفلورا. كم منصب؟ كم منصب؟ يعني قول إحنا كنا عندنا هذه المايكرو أورجانيزم متعايشة معانا، تمام. ولكن أكل بعض منهم تظهر وبعض ما تظهر. طبعا واحدة من ضمن أهم الأمور اللي ممكن يساعد على ظهورها هو طبعا أكيد الاميونو كومبرمايزيشن. أوكي أشترك، تمام. فهذه فورم سم فورم اوف بيتورياسيس فيرسيكولر، نلاحظ الكلر مالتها متغير هم يعني حسب الباك جراوند اوف ذا سكين، وممكن هي حتى من اسمها فيرسيكولر، نخالية متغيرة الألوان، على عكس البيترياسيز روزية اللي احنا طبعا بعد ما اخذنا راح ناخذها ان شاء الله في محاضرة قادمة. بيترياسيز روزية اللي هي تعني لنا شنو بالعربي شو نسميها؟ بيترياسيز روزية يعني طبعا لازم نميزها هاي عن هاي على الأقل بالتسمية، من اسمها بيترياسيز روزية. إذا بيترياسيز فيرسيكولار فهي بيترياس قلنا نخالية متغيرة الألوان أو متعددة الألوان. زين إذا كان بيترياسيز روزية النخالية، أها شو نقول عليها شو اسمها؟ النخالية عافية عليك، النخالية الوردية البتريازيز وهاي لازم شنو نميزها ايضا؟ خلينا نحكي يعني بالعربي، بما انه احنا حكينا بالعربي فلازم شنو نميزها، او خلينا نقول الناس لازم تميزها، واحد من ضمنهم انا وانت. يعني ما يمكن تقول له مثلا النخالية الوردية، يجي ببالك فد شيء اخر على الاقل يعني تسمية لازم نميزها من عندها؟ أي واحد يجاوب. أكفت شيء اسم مقارب إلها للنخالية الوردية بالعربي؟ وش على الأقل الذئبة الوردية؟ أكيد الأسئلة يعني ممكن. هذاك داء الذئب الإحمراري. لا اكو شيء اقرب يعني كاصطلاحا طبعا دحشة كان كتسميه، هي حقا نميزها من داء الورديه، يعني خاليه ورديه، واكو شيء اسمه داء الورديه اللي هي شنو نسميها بالانجليزي؟ داء الورديه، داء الورديه شنو هو؟ روزيشيا. في عليك روزيشن، روزيشن. فاذا اكو عندنا بيترياسيز، بيترياسيز فيرسيكولر، اكو عندنا بيترياسيز روزيه، واكو عندنا روزيشيا، وهذه كل واحده من عندها الها تسميتها والها واقعها مختلف طبعا. البيترياسيز الروزيه طبعا راح ناخذها، والروزيشيا ايضا راح ناخذهم ان شاء الله اثنينهم. اوكي نرجع للمحاضره. A presentation and course of pityriasis versicolor, the fawn or depigmented areas with their slightly brown scaling and fine wrinkling. طبعا جدا مهم هنا مرات يجيك المريض يقول لك دكتور انا عندي بهاق، يجي خايف، فهم مسألة بيها اتباع بيها انه طبعا اضافه الى مساله الديستريبيوشن وكذا لها، ولكن احنا نعتمد على شيء اهم من عنده، انه اكو فد فاين رينكلينج او نسميها براني سكيلينج. هذا امتى يصير سكيلينج؟ لما نسوي في ستريتشنج على السكن راح تظهر لنا هذه حصلنا السكيلينج، وحتى الرينكلينج راح تكون واضحه بصوره اكثر. لما تسوي يعني سلايد سكريبنج تحاول تحك الليجن بالاصبع مالتك راح تشوف السكيلينج اللي هو راح يكون كلش واضح وكلش دايجنوستيك،
و an important or very important differentiating point from vitiligo. يعني مثل ما تعرفون vitiligo ما راح يكون associated with scale. They are symptom free or only slightly itchy. أكو مرضى بعض المرضى يجي يشكي من حكة والبعض الآخر ما يشكي. Lesions are most common on the upper trunk but can become widespread. ممكن نشوفها على الأبر الترانك around the neck وماي بي sometimes widespread. Recurrences are common. هذه طبعا أكثر مشكلة تواجهنا. ليش؟ لأنه عادة المرضى يجي يقول لك دكتور أنا آخذ treatments وفترة ترجع لي فأريد فتح حل لهذه المشكلة. أي إحنا هنا حقيقة حتى نتغلب على هاي المشكلة عادة ننطي حتى التريتمنت مالتها الفلوكانازول متوفر ورخيص 150 ملي جرام كل 3 أيام كبسولة واحدة. هي الكبسولة 150 ملي جرام نعطي كل 3 أيام كبسولة واحدة أول أسبوعين، الأسبوع الثالث كبسولة واحدة، الأسبوع الرابع كبسولة واحدة، هذا كمان شهر. إضافة إلى التوبيكال عادة ننطيه، وإن كان هو حتى السيستميك ممكن يكون كافي. ممكن ننطيه الكلوترايمازول توبيكال تريتمنت أو اللي نسميه الفيوجيدين اسم التجاري مالته، أو الكانستين اسم تجاري آخر. فهذا توبيكال عادة كافي. إضافة إلى هاي إحنا هم خاصة بالإكستنسيف فورمز ممكن نعطي أحيانا الكيتوناز شامبو. طبعا الشامبو هذا بنخليه نقول له ترطب جسمك بالبداية، بعدين تخلي الشامبو الوقف يبقى على جسمه 10 دقائق إلى ربع ساعة أو من ثم يغسله. هذه هم خلوها في بالكم. بالنسبة للكيتوكانازول يعني إحنا مو رأسا نخليه ورأسا خلال دقيقة دقيقتين يغسله، لا، عادة نعطيه وقت حتى يصير absorption. فنقول الوقف يبقى تقريبا 5 إلى 10 دقائق ومن ثم بعدين يغسل. الفكرة انه بالنسبة للريكرنس زي يقول دكتور انا هذه مشكلة سابقا اني اخذت علاج وصارت زينة وبعدين رجعت لي، فاحنا شو نسوي؟ نقول له بعد الشهر اما تستمر على كبسولة واحدة فلوكانازول كل شهر كبسولة، او انه تقدر تستمر على الكيتوكانازول شامبو ايضا، يعني it will prevent the recurrences of this infection. Differential diagnosis عندنا الفيتيلايجو، عندنا سيبوريك إكزيما، البتريازيس ألبا، البتريازيس روزية، تينيا كوربوريس، سيكندري سيفليس أند ليبروسي. Investigations KOH of scraping show mixture of short branched hyphae and spores اللي احنا نسميها spaghetti and meatballs appearance. Culture is not helpful because the organism does not grow on subroots medium. هنا ما راح يفيدنا الكلتشر مثل ما كانت تفيدنا في الديرماتوفايت انفكشن. وعندنا بالكي او اتش اكزامينيشن اندر ذا مايكروسكوب راح نشوفه ما يسمى بسباجيتي او سباجيتي اند ميت بولز ابييرنس. Treatment, a topical preparation of one of the imidazole group of antifungal drugs applied at night to all affected areas for 2 to 4 weeks. Certain shampoo, ممكن نستخدم تركيز 2.5%, sulfide mixture, an detergent base. It should be lathered on to the pads after an evening bath and allowed to dry. Next morning it should be washed off. 3 applications at weekly intervals are adequate. Ketoconazole shampoo مثل ما ذكرنا شلون استخدامه. For widespread or stubborn infections, systemic itraconazole 200 mg per day for 7 days أو فلوكانازول أو كيتوكانازول may be curative. طبعا الفلوكانازول جرعة مالته أقل، سايد افكتس مالته أقل، فحقيقة بصراحة يعني ونفس الوقت هو أرخص، فاحنا عادة نستخدم الفلوكانازول مثل ما ذكرنا. الكيتوكانازول يعني لانه اكو بي ريسك اوف ليفر توكسيسيتي ايضا ما عاد نستخدمه، يبقى الفلوكانازول هو الخيار الجيد في هذا الموضوع. اتراكانازول يعني حقا يعني جرعة يعني تعتبر
نوع ما عالية وهو كلش غالي، فعادة نتجنبه. Recurrence is common after any treatments، ولكن مثل ما ذكرنا لذلك نستخدم الشيء اللي ذكرناه، اللي هو أما نستمر بعد الشهر على كل شهر نعطيه كبسولة فلوكانازول، أو يستمر على الكيتوناز شامبو. Thank you. هذا طبعا ما يخص الفنجل انفكشن. محاضرة طبعا.